الشعب الكريم، احنا الان وصلنا بجوز لاخر فقره لمؤتمرنا عفوا لليوم، في اليوم الثاني. الان راح نبلش مع فقره توصيات هذا المؤتمر، وطبعا اختتام فعاليات المؤتمر وتوصياته. وراح يكون معنا الاستاذ الدكتور سمير ابو عيشي، فليتفضل. واهلا وسهلا طبعا بضيوفنا الكرام، الدكتور صبري والاستاذ ابو فراس، اهلا وسهلا. استاذ شاهر والاستاذ ابو عمر، مساء الخير، اهلا وسهلا. استاذ دكتور سمير ابو عيشي، تفضل معنا على الستيج. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه جميعا. بعتقد يومين شوي طوال، ولكن بالتاكيد بيسووا جهدنا ودعمنا كلنا. طبعا الشكر موصول لكل اشتغلوا في المؤتمر، من اخت الدكتوره سائده رئيسه المؤتمر واللجان المختلفه كلها، وبالتاكيد الحضور، لانه لولا وجودهم بالتأكيد مش ممكن نوصل للي وصلنا له. خلينا بعد إذنكم نقرأ لكم بسودة مشروع البيان الختامي للمؤتمر الدولي الثاني للتعلم والتعليم في العالم الرقمي أو التعلم الذكي. تم بحمد الله انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للتعلم والتعليم في العالم الرقمي العالم الذكي في جامعة النجاح الوطنية حرم الجامع الجديد في مشرح سمو الأمير التركي بن عبد العزيز، وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، على مدار يومي 29-30 آذار عام 2017. ويعتبر التعلم الذكي بأنه التعلم المبني على إعادة بناء المفاهيم النظرية بطريقة علمية عملية من خلال الربط بين المعلومات والتحليل، والذي يثمن التفكير الناقد ومهارات البحث العلمي، ويوظف أحدث المنظومات الإلكترونية والتقنية والاتصالات. وقد شارك في المؤتمر أساتذة وخبراء وباحثون من عدة مؤسسات جامعية وتعليمية عربية وأجنبية، من خلال 27 ورقة توزعت على مدار 4 جلسات علمية بواقع جلستين يوميا، وخمس ورشات عمل وزعت على مدى يومين، وتناولت مواضيع التعلم الذكي ومحاوره المختلفة. وقد كانت محاور المؤتمر بالشكل التالي: المحور الأول طرائق تدريس التعلم الذكي، المحور الثاني دور التعلم الذكي في تعليم اللغات، المحور الثالث اقتصاديات التعلم الذكي، المحور الرابع الأمن والأمان في التعلم الذكي، المحور الخامس مفهوم التعلم الذكي ومتطلباته، المحور السادس ضمان الجودة في التعلم الذكي، المحور السابع دور التعلم الذكي في نشر الثقافة الريادية، والمحور الثامن دور التعلم الذكي في نشر الوعي الصحي. وبجهود وبتعاون الجميع، فقد حقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه، والتي تمحورت صياغتها على النحو التالي: أولا نشر الوعي نحو التعلم الذكي، اثنين تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب في مجال التعلم الذكي، ثلاثة التشبيك مع المؤسسات الريادية في مجال التعلم الذكي والتعلم من خبراتها وتبادل الخبرات، رابعا توطين استراتيجيات التعلم الذكي في مؤسسات قطاع التعليم والتعليم العالي في فلسطين والدول العربية. واستنادا إلى ما عرض وتم نقاشه في المؤتمر، فقد توصلت اللجنة التحضيرية إلى التوصيات الآتية: هناك توصيات عامة وتوصيات خاصة استنتجت من بعض الأوراق. كان من ضمن التوصيات العامة أولاً زيادة الاهتمام وتوفير الدعم اللازم للتعليم الإبداعي والتميز والريادة، والاهتمام بإحداث نقلة نوعية نحو التعلم الذكي. اثنين العمل على الإشراك الفعلي لجميع المعنيين من القطاعات المختلفة من أجل التواصل لخلق رؤية مشتركة للتعليم والتعلم الذكي الإبداعي والتبادل المعرفي. ثلاثة الانتقال من مرحلة استخدام وتوظيف ودمج التكنولوجيا الحديثة إلى مرحلة التحول إلى التعلم الذكي، بما في ذلك تطوير سياسات واستراتيجيات وطنية بهذا الخصوص تشمل تأهيل المعلمين وتطوير البنى التحتية وتوفير التقنيات اللازمة وتبني استراتيجيات حديثة في التعليم والتعلم. رابعا تطوير الخطط الدراسية ليكون محورها التعلم الذكي، وبالتأكيد المتعلمين الأذكياء،
ووضع خطط شاملة متكاملة من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لتفعيل توظيف التعلم الذكي في العملية التعليمية بحيث تشمل توفير جميع مستلزمات توظيفه. خامسا، دعوة الباحثين إلى إثراء الأبحاث الخاصة بالتعلم الذكي باللغة العربية وباللغات الأخرى ضمن معايير الجودة والنوعية العالمية، بما في ذلك السعي لإطلاق مبادرة لدعم وتأسيس مجلة خاصة للتعلم الذكي تجذب جميع التخصصات لعرض دراسات والأبحاث في مختلف المجالات. سادسا، ربط مدى تأثير نتائج الأبحاث ذات الصلة بالتعلم الذكي بمؤشرات الأداء والاستفادة من نتائج الدراسات في سوق العمل. سابعا، تفعيل عملية التكامل بين التخصصات المختلفة من خلال الاهتمام بمنهجية وتكاملية ستيم. ثامنا، نشر ثقافة التعلم الذكي بين المتعلمين وكذلك المعلمين وتدريبهم على آليات التعلم الذكي بما في ذلك في مجال التقييم. تاسعا، ضرورة مشاركة المتعلمين أي الطلبة مع المدرسين والأكاديميين والمختصين في القطاع الخاص في بناء المعرفة في إطار التعلم الذكي، ليس فقط اشتراك أو استخدام المعرفة وإنما أيضا مساهمة في بنائها. عاشرا، استخدام التعلم الذكي في نشر الثقافة الريادية بين المتعلمين. كما كانت هناك بعض التوصيات الخاصة وفق ما ورد في بعض الأوراق والتي كان منها الاهتمام بالتعلم الذكي كمدخل لتخطيط وتصميم وإنشاء المدن الذكية والمجتمع الذكي والاقتصاد الذكي في فلسطين والدول العربية. ثانيا، من خلال التعلم الذكي يوصى بالتركيز على المهارات المطلوبة من قبل المشغلين وسوق العمل. ثالثا، الاستفادة من تحليل المعلومات من قبل المؤسسات التعليمية من أجل توجيه التعليم الذكي نحو كل من المتعلمين، مع الحذر أن المعلومات المتوفرة للمتعلم قد تستخدم لغير الأغراض التي وفرت لها. رابعا، أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الإنترنت حتى في مجال التعلم الذكي لما للأجهزة الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي من مخاطر وآثار محتملة على الخصوصية وكذلك الإدمان، والعمل على التغلب على هذه المخاطر من خلال زيادة الوعي الاجتماعي وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة المعرفية للحد من إدمان الإنترنت وتحسين الكفاءة الذاتية المتعلقة بطلاب المدارس والجامعات. خامسا، تعزيز فعالية توظيف القصص الإلكترونية في تنمية الاستماع والذكاء العاطفي مع الأطفال لما في ذلك من انعكاس إيجابي عليه. سادسا، تطوير برامج تعليمية قائمة على الدمج بين استراتيجيات الصف المقلوب والعصر الذهني الإلكتروني لزيادة تحصيل وتنمية مهارات الطلبة. سابعا، ضرورة استخدام مواقع التعلم والتعلم التفاعلي بما في ذلك صفوف والباحث العلمي في جوجل، صفوف جوجل والباحث العلمي في جوجل، وتصميم وتفعيل أنماط مختلفة من مواقع الإنترنت ومحركات البحث الأخرى لتلبية أهداف التعلم في شتى المجالات كتعلم اللغات والعلوم والتكنولوجيا وغيرها. ثامنا، استخدام الحوسبة الذكية والحوسبة السحابية في التعليم وتقنية المختبرات الافتراضية كذلك في تدريس العلوم وتطبيقها على مستويات صفية مختلفة في المدارس وكذلك في مؤسسات التعليم العالي. تاسعا، الاهتمام بتكاملية التعلم بالمشروع والتعلم من خلال خدمة المجتمع مع أنماط التعلم الأخرى في إطار التعلم الذكي المتكامل. عاشرا، الاهتمام بتوظيف وتفعيل أدوات التعلم الذكي كأحد أدوات توصيل الدعم في مقررات مواقع المقررات الإلكترونية عبر الويب الشبكة العنكبوتية لتقديم مستويات مختلفة من المساعدة والتوجيه لدراسة هذه المقررات في ضوء معايير تربوية سليمة. وفي الختام، يقدم المؤتمر أو يتقدم المؤتمر بالشكر الجزيل والثناء الغامر لكل من ساهم في إعداد ودعم والمشاركة في هذا المؤتمر، ونتمنى للجميع مزيدا من التقدم والنجاح على المستوى المهني والشخصي، كما تدعو اللجنة جميع المشاركين في هذا المؤتمر إلى مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة في هذا الموضوع بناء على توصيات اللجنة التحضيرية للمؤتمر. سيتم نشر أعمال هذا المؤتمر في المجلات العلمية.
نشكركم ولكن هذا مسود المشروع. إذا كان لديكم أي ملاحظة أو إضافة أو تعديل فنحن بالتأكيد على أتم الاستعداد. شكرا لكم جميعا.